رجل زعيم في قومه أسلم بكل سهولة لما شاف هذه الأخلاق من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب، فيديو جديد. كان يا مكان، كان في راجل اسمه ثمامة ابن أثال. الراجل ده زعيم، كان سيد أهل اليمامة. الراجل ده في غزوة من الغزوات المسلمين قدروا يأسروه، بقى أسير عند المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل معاه بشكل مختلف، ربطه في سارية من سوار المسجد، يعني في عمود من عواميد المسجد. فالراجل قاعد في المسجد، حتى بعض العلماء قال فيه جواز أن يكون الكافر في المسجد. فقعد شايف بقى المسلمين بيأكلوا ويشربوا ويصلوا ويتعاملوا، شاف قدام عينيه أخلاق المسلمين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيروح له يقول له ماذا عندك يا ثمامة؟ ثمامة كافر. فيقول له عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال جمعنا لك الكثير من المال. بيقول له لو هتقتلني ده حقك، احنا بينا قتال وغزو ومعارك، ولو انت هتطلق سراحي فانا هشكر لك الامر ده ومش هنسالك الجميلة دي، ولو انت عايز الفلوس انا قومي ناس اغنية وهيدوا لك الفلوس اللي انت عايزها، هيفدوني بمال كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسيبه ويقول اليوم التاني، يقول له ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال جمعنا لك الكثير من المال. النبي يسيبه ويجيله اليوم الثالث، يقول له ها عندك إيه يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال جمعنا لك الكثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعمل حاجة عجيبة جدا، يعمل إيه؟ يطلق سراح ثمامة هكذا بدون أي شروط وبدون أي قيود. مش ربنا بيقول فإما منا بعد وإما فداء، لإما تفدوا الأسير لإما تطلقوه بدون أي مقابل، ده اسمه المن. فثمامة بعد ما مشي خلاص بقى هيروح هيروح لقومه، راح رجع تاني وراح نطي الشهادة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، واليوم صار أحب الوجوه إلي، وما كان من دين في الأرض أبغض إلي من دينك، واليوم صار أحب الأديان إلي، وما كان من بلد على الأرض أبغض إلي من بلدك، واليوم صار أحب البلاد إلي. شوفوا يا أخوانا المعاملة الحسنة ممكن تعمل إيه. ثمامة بن أثال بعد كده قال له يا رسول الله عايز أعتمر، فالنبي عليه السلام أذن له في العمرة، فراح لمكة، فأهله بيقولوا له أو قومه أصابت؟ إذا أنت رجعت تاني أصابت؟ قال لم أفعل، ولكن دخلت في دين الإسلام، دخلت في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف الأخلاق ممكن تغير من وجهة نظر البني آدم لأنهي درجة. شاف المسلمين، شاف مجتمع المسلمين بجد، شاف تحبهم وتودهم وتراحمهم، شاف العفو العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، شاف إن الناس دي مش بتوع دنيا. أيها الدعاة إلى الله ما تطلبوش فلوس على دعوتكم، إحنا بندعو لوجه الله عز وجل، إحنا نصرف على الدعوة مش الدعوة تصرف علينا. لما شاف الإخلاص في الدعوة، شاف العفو، شاف الأخلاق، أسلم. أرجوكم يا إخواننا دلوقتي العالم بقى يعني داخل في بعضه، كل الناس شايفة بعضها، فخلي صفحتك ترمز إلى الإسلام، خلي سلوكك يرمز إلى سلوك الإسلام، خلي أخلاقك أخلاق الإسلام، خلي دينك دين طيب تتقي الله عز وجل، خلي معاملاتك معاملات إسلامية. لازم الناس تشوف الدين في شخصك تحب الدين، مش تشوف الدين في شخصك تكره الدين. الناس يا اخوانا لحم ودم، بيتأثروا برضو بالمواقف، مهما كلمتهم في حجج ومنطق ممكن ما يتأثروش، إنما موقف واحد منك يتأثر ويدخل الإسلام، أو على الأقل العاصي يدخل في الالتزام. فدي يعلمنا مبدأ مهم جدا، مبدأ التعليم بالقدوة،
التعليم بالخلق، التعليم بالأسوة الحسنة، وكل مسلم على وجه الأرض شايل هم الإسلام يعرف أن سلوكه هو سبب في إسلام كثير من الناس أو التزام كثير من الناس. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت وشارك في القناة. أشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.